تهديدا لكافة أبناء مديرية المواسط والمعافر والشمايتين، وكذلك تعز بكاملها. قائد اللواء 35 مدرعة يعلن نجاح اللواء والقوات الأمنية إلقاء القبض على خلايا إرهابية مرتبطة بميليشيات الحوثي الإرهابية، والتي كانت تستعد لتنفيذ عمليات اغتيالات وزرع عبوات وألغام بمناطق الحجرية جنوب مدينة تعز. إن ردة الفعل الجنونية التي أنتابت قيادة الميليشيات الحوثية يكشف بما لا يدع مجالا للشك بأن العملية مدربة مدبرة ومخطط لها بعناية، الأمر الذي يستدعي موقف قوي وموحد من كافة الجهات الرسمية والمكونات السياسية والاجتماعية في المديرية لرد على هذه التهديدات ووعيد قيادة الميليشيات الانقلابية. تواصلت معهم الميليشيات عبر وسطاء وأقنعتهم بالذهاب إليها، وسلم لهم السلاح والمال بمحافظة صعدة مستغلين الهدنة غير المعلنة، ووجهت الأموال للصرف على التخريب وزرع الإرهابيين في المناطق المحررة، وبدأوا بالفعل الاستعداد لتنفيذ ما طلب منهم. ليتحرك اللواء 35 مدرع وخلفه المواطنون الذين يرفضون الملشنة ويلتصقون بالجيش والأمن وحكومتهم الشرعية وحب أرضهم. من خلال أقوال من تم أخذ أقوالهم والتحري والرصد وجمع المعلومات تبين لنا الآتي: 1- قيام الحوثيين بدعوة عدد من وجهاء وأعيان وأشخاص من أبناء مديرية المواسط وسامع والصل والشمايتين والمعافر والمسراخ عبر وسطائهم في تلك المديريات، وذلك لزيارة محافظة صعدة مقر الحوثيين الرئيسيين، وقيام أولئك الوسطاء ممن يعملون مع الحوثيين بالتنسيق مع بعض من أبناء تلك المناطق لحشد وإقناع من يستطيعون إقناعهم بالذهاب إلى محافظة صعدة بشتى الوسائل ومختلف الأساليب، مستغلين بذلك الحرب التي تشنها إسرائيل المحتلة على إخواننا في غزة. سقطت الخلايا وسقط معها المهام الإرهابية التي كانت الميليشيات الإيرانية تخطط لها من فوضى وإقلاق للسكينة العامة في المناطق المحررة، لكنها ستحاول من جديد وسيخيب أملها ككل مرة في ظل يقظة العيون الساهرة. محمد يوسف لقناة سهيل، مديرية المواسط تعز.